مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد من سلسلة Resident Evil 4 المهمة الثالثة. Let's go. صندوق فارغ. حسنا فلنبدأ بهذا الصديق الذي يتواجد هنا. لم يراني قد يا ماك. أعتقد أن أحدا هنا سمعت صوته. صديقي 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 تعال تعال. كاد أن يضربني. يروح التحكم جد جد صعب. هلا بيضة هنا. حسنا هيا هيا فلنأخذ هذه البيضة و نرجع عند الأصدقاء. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ اختبار جد صعب. يريد الاختباء. سوف أكمله فقط بالسكين. هل من أحد آخر هنا؟ لا أعتقد أن أحدا هنا. نسيت قلادة. سوف أذهب كي أحضر. توجد في بئر. حسنا هكذا. أتلاحظون تحسنا في الكواليتي؟ أزلنا في طور النمو. بدعمكم إن شاء الله سوف أستمر. سوف نأخذ هذا ونملأ الذخيرة وكي لا نضع القلادة في الماء المتسخ. لحد الآن انتهيت من هذا الجانب. يوجد صندوق هنا. لا أتذكر أن قصد أني قمت بتكسيره ولكنني كنت مخطئ. حسنا يوجد واحد هنا يقوم بجمع. لم تسمعني. حسنا بسرعة. السكين السكين سيفي بالغرض. أسمع كأن أحدا هنا. أين هو؟ أين هو؟ هو السكين. دائما أهرب في آخر الدقائق. أين هو؟ حسنا سوف افتح هذه البراميل. سوف اكسرها هكذا. من تم بقي هذا. اسمع وكأن احدا قادم. What the fuck. اول ضربة لي منذ البدء. ثاني ضربة. سوف تموت بالسكين. يا ماك خذ بيضة ستكفي بالغرض. يوجد هنا براميل. أعتقد أني كسرتهم. يوجد واحد هنا فارغ. وهنا نقود. حسنا سوف نفتح هذا جوهرة و بقي هذا الصندوق هنا. نبتة. لنبتة ستنفع. حب النباتات.
يوجد شيء إلى أعتقد هذه هي الطريق. نعم، ولكن سوف أجمع هذه الأشياء المتواجدة هنا قبل الذهاب لها. حسنا، صعد للفوق هكذا، ثم أفتح هذا، ثم أخرج من هنا وأخرج من هنا الإبريق. نعم، يجب أن أقوم ب وضع الجواهر عليه كي يكون ثمنه غالي شيئا ما. هكذا نخرج من هنا و جمع الذخيرة والأعشاب والنقود. أحب أن أتركها. هكذا و هكذا جوارة، هيا خذ الجوارة واخرج. هيا للمهمة، المهمة التي يتواجد بها صخرة، سيرمون علي صخرة من الفوق ويجب أن أهرب، ولا أعتقد أني سوف أموت هناك، لأن تلك الصخرة يجب أن تضغط زرين بسرعة كي أهرب منها، وأنا لم أتعود بعد على الكيبورد، لكن سوف إن شاء الله لن أفشل. هيا ماذا سأضغط؟ انطر. يس، يوجد شخص هنا؟ أين هو؟ أعتقد بالفوق هنا. أين؟ في الجسر. نعم، إنهم في الجسر، سوف أتركهم. توجد جواهر هنا في السقف، سوف أنزعها. هيا، هذه الجواهر نقوم ببيعها لشراء الأسلحة الجديدة. خفافيش، هذه المهمة، يوجد بها قنابل، سيرمون عليها بالقنابل كما ترون. يجب أن أقوم بتفجير القنبلة في يدي. سوف أقوم باختيار الشوت جان كي لا أفشل، رغم ذلك سوف أفشل. يوجد 3 طلقات فقط. هيا، يجب أن أكون مستعد وقادم. أي، لم يقوم بتشغيلها بعد. نايس، ماذا هذا؟ أي، بقيت طلقة واحدة، يجب أن تنفجر في يديه. أتمنى أن تنفجر. لم تنفجر بعد. اهرب. شيت، أنا أختار هذا السلاح. إن تم سوف أركض بسرعة وأمر هنا في الوسط. يوجد أفخاخ هنا، وأدخل من هنا. هل من أحد هنا؟ وقف، هذا الحظ. سوف أجمع هذه الأشياء، ومن ثم نأتي عند صديقنا الذي يتواجد هناك. أعتقد أنه رمى هنا. مات. مات، قام بقتل نفسه.
لماذا أنت تتسرع يا صديقي؟ انتظر حتى أقوم بقتلك. لكن المشكلة أعتقد يوجد هنا عنكبوت سوف أقوم ب أخذ هذه الأموال من هنا وملء الذخيرة والهروب من الفخاخ. من ثم سوف أرى الأشجار هنا. شجرة توجد هناك، يوجد بها عش كما ترون. هذه هي هذه الجمرة سوف أقوم بوضعها في الإبريق على ما أعتقد. هيا كما ترون، انظروا، واحدة يلزمني، واحدة هنا، واحدة هنا، يوجد بي ثلاثة. حسنا فلنعد هكذا. ويوجد هنا صندوق، وكذا نعم. هذه الشجرة أعتقد أنها فارغة. واحدة التي توجد هي هذه. الآن سوف أقوم بالدخول للبيت، أقوم بكسر القفل بالسكين. الدخول هكذا. حسنا سأخذ الذخيرة وأفتح هنا. يوجد هنا أموال هكذا. 12 دقيقة وأنا أقوم بالتصوير، سوف أقوم بالتسجيل، ولكنني أود أن أكمل في هذا أود أن أكمل اليوم في اللعب. سوف ألعب أكثر من مهمة، أنا أزمي مهمتين حينما أصل لستوفغارد، يعني انتهت المهمة، لكن سوف أضيف مهمة أخرى. لا أعرف لماذا أحب أن أقوم بالتسجيل رغم أني سوف أكمل. يمكن أن يقطع الكهرباء أو شيء من هذا القبيل. نعم نعم أحب أن أقوم بالتسجيل. أخوكم في الميدان، لا تخافوا. حسنا سوف نفتح هذه الخزانة. يوجد صديقي بالخزانة، ليس صديقي ولكنه سيصبح صديق لي. افتح 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 يا حسين أبوابك، نحن الأطفال. Little rough, don't you think? دورو دورو، من سيأتي؟ Not like them. No, you. Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. Perfect. The big cheese. What? يجب أن أضغط على زرين. لا. لا تحاول. سيف جام مرة أخرى. حسنا. Feeble humans. Let us give هنا يجب أن أضغط على زرين. هادي. يجب أن أكون مستعد. I'm unable to resist this intoxicating power. لم أمت منذ بداية اللعبة لحد الآن، لكن يوجد مهمات في المستقبل أصعب من هذه. هذه مجرد البداية. Hey, hey, wake up! Crawl out of one hole. And into another. You want to tell me what's going on here?
Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? لا أحب مشاهدة الأفلام وأنا أقوم بالتصوير ولكن رغم ذلك من أجلكم. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. ماذا بك يا صديقي؟ ما ضربك؟ And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. أرسلوا لنا شخص لا يستطيع حتى حمل الفأس. ماذا لم يرسلوا شخص أقوى؟ Why'd you quit? Phew, policía. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. No, I'm not dying. Stay. Do something, Pop! After you. Now! هرب. ماذا هرب؟ لم ينتظرني حتى. شكرا. حسنا سنرى ماذا يوجد هنا. سوف نأخذ الذخيرة ومن ثم نخرج. سوف أرى البائع لأول مرة. Over here, stranger. هذا لا يقومون بقتلي. يتعامل معنا كلينا على ما أعتقد. لا أعرف. Save no. افتح. هذه البوابة. يوجد هنا صندوق. لا ليس هنا. توجد هنا. حسنا. خذ العشبة وإن تم. سوف أذهب عند البائع. Got something that might interest you. لا أعلم لماذا جودة الأفلام رديئة أكثر من جودة اللعبة ولكن لا مشكلة في ذلك. هذا سوف أشتري حقيبة. ميتريوز. ماشين. سوف أشتري الماشين جو. حسنا ضعوا هنا و Thank you. اكتفي بهذا. لن اشتري شيء اخر. هذا ما اعتقد اني احتاجه لهذه الساعة. انا الماشين جون سوف تبقى معنا الى نهاية اللعبة. لنقوم بتغييره. هكذا. حسنا. هذه مهمة طويلة.
شيء أنا ما أعلم ما يوجد بها العديد من الوحوش. سوف نخرج. يجب أن أخرج من تلك البوابة هناك. أعرف أن ترونها أو لا. سلام. هيا بنا. ماذا هنا؟ يس. ماذا بعد؟ سوف يبدأون بإرسال القنابل إلي. حسنا. استخدم الماشين جون. فلترقص يا صديقي. نايس. شخص ما قادم وهو يحمل معه شيء لا أحبه. سوف يقتل زملائهم. حسنا. اهرب اهرب. أعتقد أنه مات من. حسنا. بسرعة بسرعة بسرعة. يتواجد واحد هنا على ما أعتقد. أين لا يتواجد. حسنا سوف أخذ القطعة الأولى. بسرعة بسرعة. ومن ثم أي اخرج. انهض. سوف يموت. قلت قبل قليل لم أموت بعد. مت الآن. لا تخبرني أنهم فجروا الصندوق الذي أريد تفجيره. تفجروه. اختبئ هنا. ريت ما يأتي. ايه. دفاق. انهم كترة. كثيرون. انا اطمع في اخذ هذه الاموال وهم يضربون في. يجب ان اقوم بزيادة الدم بواسطة الاعشاب. السلام. لا هكذا. إذن ومن ثم سوف أدعهم يجتمعون بالفوق. بهذه الطريقة يمكنني قتلهم كلهم بخطرة واحدة. لا اهرب. هل هم يجتمعون الآن؟ أين هم؟ لا أعرف. مثلا سوف أخذ هذه الأشياء من هنا وأفتح هذا الصندوق. من ثم سوف أقوم بجمع هذه القطع التي قمت بجمعها. هكذا. حسنا. إنهم قادمون. أين هم؟ سوف أقوم بأخذ قنبلة. هذه أفضل هذه. ضربني. حسنا. آخر قنبلة. نعم. سوف تحرقون. سوف أستخدم ماشين جو. بسرعة. قم بأخذ هذه الأسلحة بسرعة.
نكمل نكمل النوم لا نوم كثرة كثيرون. هذا هو المكان الأفضل في هذه المهمة لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا من وراء. من يأتي؟ كم بقي في الأ... صديقي 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 املأ 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 الشيء الذي أنفقته عليهم من الأسلحة لم يعوضه لي حتى. هكذا لا شيء صفاك لم يعطيني أي شيء أريد فقط بعد الرصاصات. سوف أبدأ في استخدام السكين. هل من أحد هنا؟ امشي ببطء يا صديقي. سوف أهرب. هذا لا ينفع معهم القتال. الهروب هو الحل. لا يوجد لدي هنا هذه الطلقات الخاصة بالسنيبر وأنا لا أتوفر على السنيبر. هذا السلاح هو الوحيد الذي تبقى لي. هذا دفع هذا يفعل هذا. بسرعة سوف أستعمله كي يقوم بقتل أصدقائي. فكرة جيدة. أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ سوف أدور هنا حتى يجتمعوا. فكرة جيدة. فلتموتوا فلتموتوا. لم يموتوا بعد. لم يرمي بالقلب. لا اهرب اهرب اهرب. ارمي. لا يريد ان يرمي بها. اها نايس. خذ يا ماكي خذ. أعتقد أني على وشك فقط عشبة واحدة تكفي. ماذا يتواجد هنا؟ لا أعتقد أنه يستطيع أن يرمي بأي شيء إلى هنا. ولكن هناك شخص ما قادم. إشارة عاف أن نخرج. نايس. سوف أصعد هنا وأرى ماذا يتواجد هنا. يوجد مكان لم أقم بالدخول لا بعد. مليء بالصناديق التي سوف نكتشف ماذا بداخلها. حسنا
هذا هو البيت الذي لم أدخل له بعد. وأعتقد أنهم يتواجدون بالداخل، لأن هذه الموسيقى لن تسمعها إن انتهينا منه. أين هو؟ أعتقد أنه بالفوق. مثلاً سوف أخذ هذه الأشياء التي تتواجد هنا. إذن سوف أصعد عنده. حسناً سوف أصعد للفوق. أي 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 ماذا؟ انتظرني فقط، انتظرني. حسناً سوف أفتح هذا الصندوق. أخذ هذه العشبة. سوف أستعمل فقط السكين. لا لا لن ينفع السكين مع هذا. خذ خذ. الآن انتهيت كما ترون. لم تعد تلك الموسيقى المزعجة. أخذت كل ما يتواجد هنا على ما أعتقد. فتحت هذه الخزانة. حسنا سوف أذهب الآن للخروج من البوابة. يوجد هنا صناديق أفتح بات. حسناً حسناً. والآن سوف نخرج من البوابة. أود الآن أقوم بالصفقات لأني بدأ. مهمة طويلة. ليست طويلة ليست طويلة ولكن يتواجد بها مراحل صعبة يمكن أن أموت فيها. إن شاء الله لن أموت بسهولة. يوجد هنا أي صوت؟ أي صوت؟ أي صوت؟ إلا الصوت الذي أصدره أنا. حسنا سوف نفتح هذه البوابة وسوف نسمع في الأصوات من جديد. توقف مكانك وإلا هذا الشخص. لماذا أنتم مزعجون؟ سوف تنفع هذه. حسنا سوف أقوم بخلط هذه الأعشاب مع بعضها البعض. و هونغري. حسنا شوت جون. Shit again. Shoot back. خذ. مرأت الدم للتا وأنت تريد أن تقوم بإفراغي. اختبئ. خذ. هل من أحد؟ أنت. أعتقد أن الشخص ما ورائي. أعتقد لا
لا يتواجد أحد ورائي. حسنا سوف أقوم ب كسر هذه هذا الصندوق. من ثم سوف أخرج من النافذة وأختبئ. اختبئ. يجب أن أقوم بتفجير القنبلة في يديهم. اختبئ بسرعة. بسرعة. انتهت الذخيرة. حسنا سوف استعمل ماشين جان. لا ميترايوز. ميترايوز باللغة الفرنسية على ما أعتقد. فلتموتوا. هل من أحد آخر هنا؟ لا أعتقد ذلك، ولكن يمكن أن يكون. يوجد شخص هنا، لا أعرف أين، ولكن أعتقد أنه بالقرب مني. سوف أفرغ جميع الأسلحة قبل أن أقوم بسوفغارد. سوفغاردي سيف جيم جام جيم جام 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 جيم. حسنا لحد الآن كل شيء على ما يرام. هكذا هنا يتواجد القناع الذي كنت أشاهده في بداية المهمة. سوف أخذه. هو أيضا يجب أن أضع بعض الجواهر عليه. يمكن أن أضعها إن لم أحتاج النقود، ولكن إن احتجتها سوف أبيعه بدون أن أقوم بتدوينها. حسنا إذن الآن أحب حينما يكون هنا فارق وتقوم بجمع الأسلحة وتقوم بترتيب الحقيبة وما إلى ذلك. لدي ثلاث شوت، ولكن لن أستعملها الآن. يجب أن أقتصد في من الأسلحة لأني سوف أحتاجها. لا حسن نايس. لا نايف. بسرعة. سوف وبسرعة. السكين سوف يفي بالغرض. أين هو؟ السكين يفي بالغرض. واتفاق. 1:40 الوقت يمر بسرعة. السكين سيفي بالغرق. سوف أحضر بعض السمك من الأسفل. كما ترون لم تعد تلك الموسيقى المزعجة. يوجد هنا بعض الأشياء سوف أقوم بجمعها. لم نبحث عن السمك هكذا. والآن أين هو السمك؟ سمكة كبيرة. لا أعتقد أن هنا مكان يتسع لها. سوف أضع هنا ليتما أقوم بترتيب هذه الأشياء. الآن احتجت للحقيبة أن تكون أكبر.
أعتقد أنها سوف تتصل إلى روما ذلك. حسناً، سوف نأخذ السمكة ونقوم بقلبها. لم أتذكر بماذا سوف كده بالشيفت. أوكي، لا سلام. إذن المن سمكة، أكتفي بالسمك لليوم. اصطدنا سمكة كبيرة تفي بالغرض. أنا سوف أذهب للسوفغارد. سوفغاردي أصعد من هنا. أعتقد لدي قنبلة غاز. أعتقد سوف تنفعني مع هذه الأغربة. لست جيد في اللغة العربية ولكن سوف أتعلم مع الوقت. فقط ثلاثة. أعتقد أني المهم هيا توجد قنبلة لم أراها. الدم نفد كله. مثلا فلنأكل السمك لأننا لم نصطد أي شيء. توجد قلادة على ما أعتقد هنا أيضا. نعم حسنا، هذا فارغ. أرمي السلاح هذا. قودي بيعمل هكذا كأن الشاشة ليست شاشة. حسنا، إذن سوف نفتح هذا البيراميد. إنه فارغ. وهذا الصندوق إنه أيضا فارغ. حسنا، هل يتواجد شيء هنا؟ لا يتواجد أي شيء. حسنا، فلنصعد للفوق. أسهل لغز في لعبة Resident Evil هو هذا. طق طق. صوي خطوتين فقط. سيسكي لكن صادلر، كيف حالك؟ حسنا، سوف نخرج من هنا. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor. اللغة الإسبانية على ما أعتقد. أيضا سوف تساعدني. أيضا على ما Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become حينما أدخل هذه الغرفة سوف يظهر مرة أخرى وسوف تساعدني إيدا. سوف تأتي الآن. خرج من النافذة. حسنا، خرج من هنا. سوف
ملتهم بيضاء هكذا اعتقد ان البيضة توجد هنا. نعم انت سوف اخذ القنابل التي تتواجد هنا هكذا ومن ثم سوف افتح هذا الدرج هذه الخزانة الصغيرة او ما لا تسمى. يوجد صديق لي هنا صديق مقرب سوف اجده هنا وسوف اعطيه هذا السلاح في رأسه الملعب. لم يعطيني اي شيء فقط قمت بتضييع الوقت معه. هذه هي حلقة اليوم. اتمنى ان تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعم هذه الفيديوهات لاستمر في تقديم افضل ان شاء الله.